الطبيب الذي منح شهادة مجاملة بين قوسين لممتحن العام حتى يبرر اعتقاله هذا الشخص. نلتمس لديه استدعاء مدير السجن المحلي في بيزكان. لماذا؟ لأن ما حدث حدث عنده، وهو الذي اتخذ القرار بإحالة هذا الشخص على المستشفى المحلي أو الجهوي بمدينة كثير. لأن هناك وراء الأكمة ما وراءه، أقول وراء الأكمة ما وراءه، وهذا ما وراءه يجب أن نعرفه، يجب أن نطل من وراء الأكمة لنعرف بالضبط ماذا حصل. وماذا حصل لن يكون مستساغا إلا بحضور هؤلاء لكي نسددهم ولكي نطرح عليهم العديد من الأسئلة الحارقة التي لا زالت عالقة في أذهان الجميع، دفاعا وساكنة وعادلة ورفاقا ومناضلة. إذن من أراد أن يغلق الملف أقول له خاطئ أنت، الملف لن يغلق، فإن مات صيدا فهناك من أسد. حق بقى. صايكا مات مقتول والمخزن هو المسخر. صايكا مات مقتول والبوليس هو المسخر. صايكا مات مقتول والبوليس هو المسخر. صايكا مات مقتول والمخزن هو المسخر. صايكا مات مقتول والبوليس هو المسخر. صايكا مات مقتول